ال 11 تاع صباح تاع ال 10:09 وخونا اسامه السعفي باش يكمل لنا ميديا ماج. يلا 09 مهم. الصفر هذيك اهم من كل شيء وقريب تمشي 10 و10 دقائق كيما الريكور نتاع وليد الكبير. نحكيو على بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللي صدر البارح واللي يحكي فيه بيان سور اللي يحكي تحكي فيه النقابة على انشغالها ومتابعتها للتغطية الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام بعد الإعلان على التدابير الاستثنائية نتاع 25 جويلية. تقول انه فما ارتباك ادى الى تسجيل بعض الانتهاكات لأخلاقية المهنة وانحراف بعض المؤسسات عن دورها لتتحول إلى فضاء للدعاية والتجريم وتجريم كل رأي مخالف. دونك تحكي زاد على رئاسة الجمهورية تقول إنها تواصل سياسة التعتيم متجاهلة حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين. فما إشكالية رأوا في المعلومة الرسمية بالحق في رئيس الجمهورية أحيانا نستنيه بلاغات على الصفحة وإلا معناش طرق تواصل. دونك نواصلوا مع البيان اللي تقول فيه النقابة أنه تم تسجيل انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام من خلال التضييقات على عمل الصحفيين خاصة في الميدان. وتقول زادة انه فما تدخل لبعض المسؤولين في بعض مؤسسات الاعلام العمومي لتوجيه الصحفيين لخدمة الرأي الواحد والتدخل في اختيار المواضيع وطريقة طرحها وهذا حسب النقابة يعتبر مؤشر خطير يرجع بنا الى اعلام التعليمات. وبطبيعة هذا يشكل انتكاسة للمكسب الوحيد لثورة الحرية اللي هو حرية التعبير بطبيعة الحال. دونك في مثل هذه الظروف الاستثنائية تقول النقابة إنها تدعو رئيسة الجمهورية لاحترام حرية الصحافة والإعلام وحقنا في النفاذ إلى المعلومة من خلال تمكيننا من المعلومة الصحيحة والرسمية. وبطبيعة بيان سور الصحفي لهنا عنده الحق في طريقة طرح الأسئلة وتناول المواضيع. ومن شيرة أخرى تدعو الصحفيين إلى احترام الضوابط المهنية أخلاقية المهنة التحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانخراط في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة اللي كثروا برشا في كل في غياب المعلومة الرسمية يكثر ويتحل باب الإشاعات ويتحل باب التأويلات ويتحل باب ما إلى ذلك. قول أنت شوية من الله وشو بطبيعة أخذر هنا من قابل بيان النقابة يعني متوازن كيما دعا رئيسة الجمهورية إنها توفر لنا المعلومة دعا الصحفيين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والتحلي بروح المسؤولية وبطبيعة عدم نشر الأخبار المشكوك في أمرها ولا الأخبار الزائفة. وتذكر النقابة مؤسسة رئاسة الجمهورية إنها الطالب دائما بتعيين مكلف مؤقت بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية يتميز بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة وما إلى ذلك نظرا للظرف الاستثنائي بطبيعة الحال. وبون بيان طويل مش باش نكملوا نقراو مثل الإشاعات هو فما راي باج مهم على الاخر بلاتفورم مهم اسمها توني فاكت ينجموا يدخلوا عليها العباد باش يثبتوا الاخبار لانه برشا اخبار قاعده تدور غالطه والفيك نيوز كما يسميهم مشكله كبيره. وتوني فاكت مشكوره جدا على الخدمه الجباره اللي تخدم فيها لانه ديما يصلحوا المعلومه يقولوا راهو هذه المعلومه غالطه هذه معلومه صحيحه هذه بريسك صحيحه. اذا فما بورتاي اخرى تراست نيوز برشا منصات الكترونيه اليوم يعطيوكم الصحيح من الغلط شنو هو الاشاعه وشنو هو الخبر المؤكد. دونك حاجه مهمه على الاخر. لا والله انا تعرف علاش قلت توني فاكت لانه هي ديجا تابعه نقابه الصحفيين توني فاكت مشروع تابع النقابه معناتها كيفيه طرح المواضيع فهمت كل الفازات الديزاين نتاع الجرافيك وكل شيء خدمه مزيانه فيها ارتستيكمون مزيانه. دونك العباد نجم تمشي تتبع توني فاكت باش يعرفوا الاخبار الصحيحه من الغلطه فوالا بطبيعه الحال. بعد بيان النقابه والوضعيه اللي قاعدين نعيشوا فيها في هالظروف الاستثنائيه نمشيو نحكيو على راي بعض الممثلين والكوميديين في الوضع الاعلامي بصفه عامه. نقراو تدوينه للممثل فؤاد لتيم اللي يقول فيها تعود البرمجه التلفزيه والاذاعيه تقريبا بنفس الوجوه منذ سنوات ونفس الرويق
يقول هو والركاكة حسب ما يعلن قال بالله فماش فصل ولا حتى فصيصل 80 خاص بالإعلام. انت شنو فهمت من الستاتيو هذا؟ معناها لا هو يحكي على السوق التلفزي، يحكي على انه قاعدين نشوفه في نفس الوجوه، فما برشا صحيح من غلط في الكلام اللي يقول، مش غلط فما برشا صحيح وفما برشا تجني نوعا ما، تجني فوالا. دونك فما صحيح انه نفس الوجوه وي، لانه فماش سوق اعلامي محترم الحقيقه في تونس. نحكي على السوق التلفزي بالطبيعه ديما بعد على السوق نحكيوا على المنشطين وعلى الكرونيكور نتصور. شوف انا ديما نحب بعد الراديوات من خاطر نحن نقولوا سوق اعلامي، الورك الراديو في تونس تسمى محترم جدا النيفو، اما التلفزه مازلنا ساع في بعاد الحقيقه. هذاك علاش قاعدين نشوفوا في نفس الوجوه. مي لهنا كي متى تكتب ستاتيو كيما هكايا، ما عند علاش ما تمشيش انت تقترح موضوع للتلفزه؟ فهمت شنو نقصد ولا ايه؟ فهمتك فهمتك. تحب مشروع، تحب تبدل انت الوجوه، نقترحوا مشاريع. معناتها مش خاطر ستاتيو سهل باش تكتب، تصريح سهل باش يتقال، اما كي تقترح مشروع ومشروعك يمشي وتفك بلاستيك في التلفزه ازين تكون. محلي الكلمه فك بلاستيك. هل يقول فؤاد تقريبا نفس الوجوه؟ اذا كان انا كمنشط ولا معد برامج ولا رئيس تحرير ببرنامج ولا عندي سلطه في قناه معينه، اذا كان الرأي للشخص هذاك فك بلاستو عليه ما نعاودوش، عليه ما نعاودش نخدم معاه، عليه اونشونج اون ايكيب كي غاني، عليه نبدلوا الوجوه. فهمت موضوع شو عندنا برشا موضوع التلفزه صافي، سامحني قصيت عليك. موضوع التلفزه راهو مهم على الاخر للي جينيراسيون اللي جايين، راهو مهم ولازم حاجه تتقد، لازم ريفوليسيون. انا حسب رايي انا الشخصي، لا سول ريفوليسيون اللي بتصير، الثوره الوحيده اللي تصير للتلفزه التونسيه هو السيرفيس بوبليك، هو الوطنية، قناة الوطنية الأولى، قناة الوطنية الثانية، لازم إيساليني الحقيقة يتحطوا في نفس صف هما والقنوات الخاصة. نعرفوا اللي تونس متأثرين برشا بالتلفزة الفرنسية، الصحفي تعرف متربين عليها فرانس 2 فرانس 3. في التسعينات هي الثورة التلفزية في فرنسا صارت في التسعينات، الكاباش اللي هو صحفي معروف برشا وصحفي كبير برشا، وقتها تأرس معناتها شد فرانس تيليفزيون في التسعينات، صارت ثوره في التلفزه. لانه علاش؟ لانه حبي كونكورونسي تي اف ان وام سي اس وكانال بلس وقتها طالعين وكل شيء، حبي كونكورونسي لهنا تلفزتنا الوطنيه وقت اللي الفا ساليني مع القنوات الخاصه باش نوليو نشوفوا وجوه جديده، باش نوليو نشوفوا برامج جديده. راهو التليبوبيل والهذيا الرداءة والمصطلح هذايا، التلفزه راهو البريفي ما تنجمش تلوم عليها في الرداء، هي تدخل في الفلوس بالضبط. بتنجمش انت وشادينا سامي الفهري وامين قارة ونوف الورتاني يعطيونا في الرداء والرداء والرداء. يا اخوي ايجا انت ما ولد يا اخي في ولد لتاي، مش ولد سيرفيس بيبليك، ايجا اخوي في السيرفيس بيبليك واعطيونا برامج مزيانة، ايجا عملوا على الشباب، اخلقوا وجوه جديدة، اخلقوا وجوه جديده في السيرفيس بيبليك اللي تنجم تكونكورونسي للبريفي. تشوف كيفاش تطلع الوجوه الجديده. ما زاد فما راهو اشكاليات في قبول هالمشاريع هذيا، فما حتى اشكال يا سعدي؟ والله لا فما حتى اشكال، صدقني كي يبدا البروجي نتاعك مزيان وبريزونتابل للتلفزه في عصر جديد في 2021، في صوره جديده، في جرافيزم جديد، في بلاتويت جدد، العالم الكل مشى للبلاتويت نيميريك. في تونس ما ريناش بلاتو نيميريك، بلاتو الاخبار عباره بلاتو عادي، يعني قبيله كنا نتفرجوا، معناتها الناس كل مشيت لعصر النيميريك، احسن معدات عند التلفزه الوطنية. خلي العباد تعرف، المستمعين تعرف، راهو احسن معدات موجوده في التلفز راهي عند التلفزه الوطنية، واستوديوات موجود، راهو موجود الماتريال الافكتيف فوالا. كل شيء ليسبري دو جونيس ما فماش الحق. انا نعطيك انا حاجه، فما رفض داخل مؤسسة التلفزة الوطنية من انتداب الأطراف الخارجية، أو نعطيك أنا اللي موجود اليوم في كواليس التلفزة، فما رفض لانتداب أطراف خارجية. علاش أنت اليوم تجيب لي طرف جايب مشروعه وتحبني أنا كتكنيسيان نخدم له المشروع اللي حب عليه هو، وقت اللي فما اولاد التلفزه ونجموا نخدموا برامجنا واللي ما فهمت كيفاش يا خويا بيه؟ خويا عملوا على اولاد التلفزه. انا نحكي لك من مشاريع تم تقديمها
للتلفزة الوطنية في عهد لأسعد الدهش، تم رفضها هي. تم قبولها من طرف السيد مدير العام، وتلفزة جديدة وكل شيء، هاي وين إدارة جديدة وكل أي مثالش، يعني نشجعوا على اقتراح المشاريع الإعلامية الهادفة اللي تنجم تبدل، اللي تنجم تغير، اللي تخرجنا من رداء ديزان يا خويا. ما نحكي شوف راهو الرداء نوع من التلفزة، راهو لا توليب وبيل نوع، معناتها خدمة سيريل لانونا عنده تو 10 سنين يكركر في نفس ليميسيون، معناتها نفس ليميسيون، نفس الكرونيكور، نفس الرداء، نفس الشيء اللي يعمل فيه توا 10 سنين وقاعده تبيع ليميسيون. مش باش نشرعوا للرداء، نحن راهو نحن في نقاش. اجا نفسر، خلينا نكمل لك انا فكرتي. انا ما نحبش يلوموا على القنوات البريفي انهم يعملوا في الرداء، حقه هو يعمل الرداء ولا يعمل اللي يحب في تلفزته. بدي محتوى ترفيه على سميته رداء انت ديما، نحن نحكيوا توا فاش يتقال في تونس، معناتها عند العباد سمي اللي تحب، سمي اللي تحب، هو محتوى ترفيه تعتبره انت رداء. عندك عندك عبد الحليم مسعودي جمهورية الثقافة، صحيح، يحقق في السور فاصل واحد معناها سامح وإميسيون مزينة برش. ما عليه ما تتفرجوش فيها كي ما تحبوش تتحبوا انتم الثقافة والتلفزة هاو برنامج ثقافي ووجوه، وصدقني معناها استضافات من الحجم غادم الكبير. هاو مثلا الانترفيو متاع مش عارف هنا مثلا جعيط الله يرحمه، انترفيو هو لمين نهدي مزيانة برشا الانترفيو، ما نعرفش انا انترفيوات مع مفكرين ومثقفين توانسة ولا اجانب كبار ما يحقوش نسب مشاهدة كما تحققها ديزان تيلي بوبيل اللي نحكيو عليها لهنا تلفزة الرداء. اي اما انا ما نحبش تتلام على القنوات البريفي انهم يعملوا في التلفزه هذيك اللي تدخل لهم في الفلوس، راهم يخلصوا في عباد. عامل لنا تلفزه مزيانه في القناه الوطنيه في السيرفيس بوبليك، العالم الكل يخدم بالطريقه هذه. لبنان اليوم تلف عندها عشرات القنوات الخاصه وما فماش قناه خير من قناه، كلهم يخدموا وكلهم يتنافسوا، فهمتني؟ بالرداءة ببلاش الرداءة. انا اخويا نحب نجيب مواضيع عامة ونناقشها ونعمل بلاتوات ونفدلكم ونحكي ونضحكوا. نحن نحكيو على الوجوه، قال نفس الوجوه يراو يراو شوية تفدليك وشوية مش عارف ممثلين ولا شخصيات من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تحكي ليه وشكون هو وينظر عليا وشكون فهمت وكعدم الرضا كالحالة اللي معناها وليت متاع عدم رضا وعدم الثقة وعدم قبول للآخر وشكونه حبي تسمعه مرحبا هو فاند كونت رايو حب يعطيه وشكونه هو في البلاتو باش يجي ديما عندنا نحن المصطلح هذا. الكونكلوزيون انه الوجوه الجديده في لي زانيماتور خاصه في لي زانيماتور في لي كرونيكور راهو مسؤوليه كبيره عند التلفزه الوطنيه، وراني نعرف شنو قاعد نقول وتحبوا تقولوا صغير وينظر علينا وش تفهم التلفزه وكل شيء. يا خويا هذا راي انا راهو سي دور قناه الوطنيه والاولى والثانيه والتلفزه الوطنيه ككل هي اللي تخلق لي زانيماتور وتخلق البرامج مش باش تكونكورونسي مع التلفزه البريفي. والله ناخذ ديما العباد يقول لي ديما فرنسا وفرنسا وفرنسا، فرنسا قوي ياسر في التلفز، حاجه قويه برشا. في التسعينات وقت اللي جاء الكاباش شد فرانس تلفزيون، فرانس تلفزيون محطمه طلعها باش طلعها عمل كونكورونس مع القنوات بريفي في اللي يعملوا فيه. بلي سامحني نفكرك في حاجه هي. طوى القضايا واللي تلاحق في سامي الفهري على شنو على فترة خدمته في التلفزة الوطنية هو العصر الذهبي للتلفزة الوطنية وي حبينا ولا كرهنا بفساده. ادخل تو انت للكومنتير وحتى من زملاء الصحفيين اسامه السعفي هاوكا معناتها يشرع الهز في القفل سامي الفهري ويشرع سامي الفهري حبينا ولا كرهنا كان العصر الذهبي نفس البوكل قناه التلفزه الوطنيه معناها برا انت يقول سامي الفهري راهو هو عمل ثوره في التلفزه التونسيه يقول لك انت تهز في القفل سامي الفهري ونقعدوا في نفس البوكل في نفس الحكايه في نفس الكلام ومانيش قاعدين نقدموا تحبوا تبدلوا التلفزه راه ساهل تبديلها التلفزه لازم عباد وكفاءات تخدم على رواحها ونرجع ونعاود نكرر وقولوا صغير قولوا اللي تحبوا راهو مسؤوليه سيرفيس بوبليك مسؤوليه التلفزه الوطنيه لازمها تعمل ريفوليسيون في وسطها معناتها والساليني معناتها تتحط فرد صف هي والقنوات البريفي تشوف وتطلع انيماتوريت جدد وتطلع وجوه جديده وحاجات جدد والله
هاي سامع إشاعة، هي نورمال مو إشاعة ولا خبر قاعد يدور أنه إمكانية رازي الجنزوعي بش مش إشاعة سيريوس، مش عودة مش عودة إلى الأحد الرياضي فقط، عودة للتلفزة، مدير مع عودة للتلفزة في أي شكل من الأشكال، مع عودة للتلفزة ثقتي كبيرة فيه، كان يتحط مدير التلفزة ثقتي كبيرة. نخد نتصور الإسبري دو جونيس معناتها نتاع رازي الجنزوعي بدل برشا حكايات في التلفزة الوطنية إن شاء الله. تغيير العقلية وتغيير الإدارة، ريت من تدوينة شو وصلنا نحكي اي بيان سور يا اخي الصحف ويد اللي حل لنا ديبا من نوع هذايا، وبيان سور هو اذا كان ينجم يشاركنا الموقف هذايا في اي وقت صديقي فؤاد مرحبا بي بيان سور مرحبا بي، ينجم يدخل معنا في اي وقت بيان سور غدوة مش اليوم خاطر اليوم ديجا سريع مازال عنا تبحبيحة ومازال عنا سمعنا دونك عنا بوب توا الساعة 10:25 دقيقة بوبليسيتي شوية فلوس بتبيع لازم مصاريف بيان سور يلا بوب ونرجع معاكم حتى ال 11 تاع الصباح 26 دقيقة عليا في محلى راديو مكملين معاكم في ولد المدام حتى ال 11 تاع الصباح. نعاود لكم سؤال سونداج اللي ترقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، هل تعتقد أن الحرب ضد الاحتكار تنجم تعطي نتيجة؟ تنقاو السونداج على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام جاوبوا عليه، نعطيكم شوية كومنتيرات وريزولتا سونداج في اخر البرنامج. جاما توت سويت نمشيو سمعنا مع أسامة السعفي. سمعنا شو سمعت خويا أسامة؟ والله سمعت انه فما عاصفة شمسية باش تضرب الارض اليوم الاثنين 30 اوت 2021، هذا وفق الجمعية التونسية للفضاء في إطار التدوينات اللي تخرجها الجمعية هذه. شنو معناها عاصفة شمسية تسونامي؟ يعني كان تشوفوا تصاور من بعد نعديو لكم تصاور في اي اف ام تي في تخاف يخوف حاجة تخوف حاجة تخوف هذا اللي أوردته جمعية تونسية للفضاء على صفحتها الرسمية، واللي قالت انه تأكد رصد انفجار على سطح الشمس من نهار 26 اوت اللي فات مصنف في المستوى الثالث جي 3 يقولوا انه الانفجار هذا قوي نسبيا حسب التصنيف الامريكي، وحدث تحديدا في البقعة الشمسية 2859 ما نعرفش وين جي هذه بالضبط في الشمس، وحدت الانفجار هذه التقطها مرصد سوهو الفضائي، وأكدوا المتابعين للفضاء وتأكد الجمعية هذه أنه الظاهرة هذه تعرف بتسونامي شمسي وتحدث للمرة الأولى بعد سنة 2009. أنا الخبر استغربت منه، حبينا نعرف أكثر تفاصيل عليه، شنية انعكاساته على الأرض، شنية انعكاساته على تونس، مو هذا المهم بالنسبة لنا احنا، شنية انعكاساته على الطقس على المناخ على صحة التوانسة، هذا اللي حبينا نعرفوه من عند الجمعية التونسية للفضاء في شخص رئيسها السيد احمد فاضل اللي نقول له صباح النور. صباح الخير، شكرا على الاستضافة وتحياتي لكم ولكل مستمعي راديو اي اف ام. تحياتي ومرحبا سيد احمد. مرحبا. دونك قرينا التدوين على صفحة الجمعية تسونامي شمسي، هل الامر خطير ام لا باختصار ساعة؟ خلينا نبدا. اكيد هو قبل كل شيء نحن يعني مش هدفنا ان نخوف الناس، والحاجة هي من المتوقع انه معناتها فما تفاعل كبير معاها لانه مش متعودين نحكيو عليها في تونس، رغم انها تصير صار لها معناتها منذ بدايه البشريه يعني، ولكن فقط ما فيش يعني مصادر يعني تسلط الضوء بطريقه يعني واضحه ومبسطه للناس على الفينومين اللي صايرين هذوما. فهو الحقيقه اللي صار معناتها في سطح الشمس يعني اكيد معناتها ما عندوش خطوره على حياه الانسان بطريقه مباشره ولا على صحته بطريقه مباشره، ولكن معناتها نجم يكون عنده تداعيات اخرى خاصه بالنسبه للتكنولوجيا. تعرفوا انه نحن معتمدين برشا على الاقمار الصناعيه اليوم، يعني فما برشا اقمار صناعيه في الفضاء نستعملوها في جي بي اس، نستعملوها في التلفزه البث الفضائي، لما تشوفوا اللانتين معناتها البارابول موجهه للسماء معناتها هذيك فما ساتليت فهذه بس معناتها من الفضاء دونك قاعد يحول في البث طبعا. ثم دونك برشا انواع تاع اقمار صناعيه يتم استعمالها في الفلاحه ويتم استعمالها في مختلف المجالات في الامن والدفاع في التصرف في المواد الطبيعيه. فالاقمار الصناعيه هذه في الفضاء ما فماش غلاف جوي يحميها
وما فماش حق الجزء منها طبعا ما فماش حق المغناطيسي نتاع الارض يحماه. فالانظمه نتاع الاقمار الصناعيه تنجم تتاثر ب يعني الاشعه والمواد يعني اللي تم تبعثها الشمس في ظل الانفجارات هذه. هذه من التاثيرات المباشره. ابخي بالنسبه للارض يعني تنجم معناتها بالنسبه لما يكون الانفجار قوي شويه تنجم تصير يعني الاتصالات الراديويه تتمثل شويه يعني في الكاليتي في الجوده نتاعها تنجم حتى تتقص في بلايص معينه خاصه في المناطق اللي معناتها في الشمال ولا جنوب الكره الارضيه معناتها القريبه للاقطاب. بالنسبه للمكان الانفجار هذا يعني اكثر من 60 درجه نتاع اللاتيتيود يعني غادي تبدا فما تنجم تكون فما مشاكل اكثر. فما مثلا المسجل اللي يكون عنده تاثير مباشر على الناس هو انه الفاقه هذه لما تجيها تجي معاها زاده يعني معناتها تجي في شكل موجه صدمه يعني شوك ويف. فمعناتها المسجل يكون عنده تاثير على الحقل المغناطيسي ككل نتاع الارض. سي احمد جوست باش نبسطوا للعبيد شويه. شوف لو تقول لي عندها تاثير على الحقل المغناطيسي معناها بطريقه علميه نفهمك والامر مفهوم، لكن اليوم العبيد واي تونسي بسيط يسمع فينا اليوم يسال ما مدى تاثير هذا اليوم على حياته العادية، يمكن على درجات الحرارة، على الطقس، على المناخ، على الفلاحة، على أرضه، على الأجهزة الإلكترونية، على هذا هو. أكيد. بالنسبة احنا نعرفوا زاد أن فما السبيطارات مثلا نعرفوا أنه فما برشا يدور في الريانيماسيون معناتها في الإنعاش ويكونوا معناتها يلزمهم متابعة مباشرة. فمثل هذه العواصف تنجم في لما تكون قوية في البيت معناتها تنجم تأثر على الشبكات معناتها الكهرباء في الأرض، وهي تنجم تعمل انقطاعات في الكهرباء. ما اكيد في تونس قاعده صايره الانقطاعات حتى من غير العواصف الشمسيه مع الاسف، ولكن هي تنجم تزيد من حدتها في بعض المناطق. ونعرف انه الكهرباء يعني مهمه في برشا مجالات يعني لما تتقص الكهرباء فمش مولدات فرعيه تنجم فيها مشاكل. فهذه تاثير مباشر، ما فماش تاثير مباشر معناتها ديريكت على الحراره على درجه الحراره يعني في الارض. فهذه طبعا معناتها مش باش يكون فما ارتفاع معناتها في درجه الحراره بسبب الانفجار هذايا، فما فماش يعني تاثير مباشر. معناتها هذايا معناتها تخيل كيما قلت لك معناتها نحن كتونسي العادي يعني نجم نعيش هي يحل جي بي اس، معناها الجي بي اس نجم يتاثر في البريسيزيون معناتها في الدقه نتاعو في تونس مثلا. معناتها بالنسبه للكائنات الحيه كيما قلت لك ما فماش تاثير مباشر على الاجهزه والانظمه نتاعها. وفلا معناتها احنا فقط يعني نحاولوا ديما ننوروا او كل الناس بحاجات جديده معناتها علميه على اسس علميه ونتبع شنو صاير في العالم ونوصل للترند بطريقه مبسطه معناها، ولكن ما عندناش حتى هدف طبعا في بس الخوف او في معناتها بطبيعه الحال. هو اسمع هو التدوينه والاسم ديجا معناها عاصفه شمسيه ولا تسونامي شمس وفي حد ذاته راهو يخوف. هذه علاش احنا راهو طرقنا الموضوع يعني باش نطمنوا العباد اليوم سورتو وقت تقول نهار اثنين من الصباح نستنى نقول انا زعما شنو باش يصير كيما اي تونسي ما يفهمش برشا في الاسترونومي في الفضاء وكل فهمت بكل بساطه شيء اللي يفهموا ان شاء الله بشوي شويه معناتها بالتعاون مع وسائل الاعلام اللي معناتها يسلطوا الضوء على المواضيع هذه اللي مغيبه مع الاسف مع انها لازم نسمع بشارة من ناحيتنا كما قلت لكم بكري شوية. معناتها احنا معناتها كوكب الارض ما هوش معناتها في عزلة على اللي صاير في الفضاء معناتها احنا معناتها تنجم فما كويكبات تنجم تضرب كوكب الارض فما نيازك فما هذاك اش باش نسالك انا ديجا المهم انه شنو اكثر حاجة رصدتها مؤخرا الجمعية نتاعكم تهم الفضاء وتهم التونسي بشكل مباشر ولا كوكب الارض بصفة عامة؟ الحقيقة نحن مش هدفنا انه نرصدوا يعني دي فينومين معينين، فما توا الحقيقة العالم الكل يخدم بالتعاون معناتها مؤسسات تتعاون مع بعضها. فمثلا نفكروا الصاروخ الصيني يعني اللي احدث بلبلة كبيرة في العالم اجمع، ونحن كنا الحقيقة المصدر الرسمي خلينا نقول في تونس اللي حاولنا نجيب المعلومات بكل مصداقية لتونس ونسهلوها خاصة هذا هو الرصد معناها انه المعلومات احنا هذه الدولة مباشر مع تونس. اخي الجمعية التونسية للفضاء باش يكون عندها دور معناتها في المستقبل القريب معناتها في
مشاريع من نوع اخر وكيف تكتشفوها ان شاء الله في الوقت المناسب. احنا مازلوش طبعا نصح عليهم طبعا عندي مع انه نزلنا في الاول كجمعية وما نشوف عندها الواقع يعني عندها متابعة شعبية كبيرة وهذا نحن شرفنا الحقيقة وان شاء الله في الوقت المناسب تشوفوا مشاريع معناتها يقودوها شباب توانسة داخل وخارج تونس. يعني احنا عندنا خبراء الحقيقة في مجال الفضاء في العالم اجمع وفي مجالات اخرى كذلك تقريبا كل مجالات متوفرة معناتها في داخل جمعية تونسية الفضاء وبتشوفوا معناتها مشاريع متنوعة اللي هي باش تمد حياة التونسي نتاع كل يوم واللي هي على غير المتوقع. يعني بتشوفوا الفضاء كيفاش معناتها داخل في حياتنا واحنا ما احناش حاسين بيه. فهذا اللي بتشوفوه بتشوفوا كيفاش باش نساهموا معناتها عن طريق مشاريع معناتها مباشرة بالتعاون مع برشا مؤسسات في تونس وخارج تونس في انه يكون عندنا معناتها امباكت في تونس بالمجال هذا. فاحنا فقط معدا نحبوا نعطيه الاكزامبل حتى المجالات الاخرى هي وصحيح مجال جديد ماهوش موجود برشا في تونس. شنو هو بالضبط سامحني؟ شويه اكيد هو المجال الفضاء ماهوش موجود برشا في تونس تقريبا جديد تماما باستثناء يعني مبادره فرديه كانت من شركه تلنت في اطلاق اول قمر صناعي تونسي هي. فنحن هدفنا انه نحاولوا نساهموا في انه نحركوا شويه الدومين هذايا وانه معناتها الدوله تعتمد كذلك في مختلف المجالات وذاتها تكتشفوه ان شاء الله معناتها تباعا في الاسابيع والاشهر القادمه ان شاء الله. ان شاء الله موافقين سيد احمد فاضل رئيس الجمعيه التونسيه للفضاء فسرنا مشكور على التوضيحات. يعني برشا 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 خدمه على مستوى يعني علاقه الارض كوكب الارض بالفضاء الخارجي حاجه خدمه كبيره ويقول انه الجمعيه فيها مجموعه من الخبراء مش مهمتها فقط الرصد ولا ايصال المعلومات لكن باش يدخلوا ثقافه نقولوا احنا العلم هذايا معناها هالسيونس هذايا علم الفضاء في ثقافة التونسي واللي يفهم واللي يتفاعل مع الحكاية هذايا. مش نلخص كلام سيد أحمد دونك يقول انه فماش حاجة خطيرة تقريبا اليوم بعد هالخبر اللي ريناه قاعد يتبرتاج بدا يتبرتاج على موقع التواصل الاجتماعي يصير قلق يقول بطبيعة فما خوف راهو ايش نقول لك راهو كي تقرا الخبر وانت ماكش فاهم تفاصيله تقول تسونامي شمسي وبالك السخانة غدوة باش 72 بالك خويا باش لازم نسكروا شبابكنا تفكر احنا كسوف عمل فينا في التسعينات معناها كنت تفكر صغير مانيش فاهمين وقتها اش معناها كسوف واش معناها خسوف واش معناها هالمصطلحات هذيا. دونك حاجات لازم اليوم تدخل في ثقافتنا. فقط فما تخوف صغير من انقطاعات فجائيه في الكهرباء بطبيعه المستشفيات والمؤسسات الحيويه حاضرين لها تصور يبداو محضرين ارواحهم لي هالليزانسيدون هذوما اللي نجموا يصيروا وان شاء الله باللطف علينا ولاباس مش كويكب ولا نيزك ولا حاجة خافش على الكهرباء الجديدة اللي شريتها موضوع الأخبار الكهرباء الجديدة اليوت متاع انقاري في البورتو اليوت والكهرباء ما تخافش عليهم ما يتحرقوش ما يخاف الحمد لله يا ربي في الجراج متاع الفيلا المضخمة نعرف نعرف لهنا الناس كل عندها الفيشة لنا سيرتو زميلنا أمين اللي يعمل لي يلا يمشي بركة خاطر عنا هابي دايز. كما عودتكم في كل مناسبة الأجنس هابي ديس ان بارتناريا افيك راديو اي اف ام ترجع لكم الموسم هذا وتحط على ذمتكم دي بروموسيون في دي زوتيل وفي عدة مدن مع احترام بتبيع الكامل البروتوكول الصحي. مش هذا برك هابي ديس وراديو اي اف ام باش يفرحوا المرة ذي بالناس اللي لقحت خويا صافي ويقدموا لكم تخفيض 10% على الأسعار الموجودة على السيت الخاص بالأجنس في صورة تقديم سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون بتاعكم. هكاك تنجموا تتفرهدوا وتكونوا متهنين على صحتكم تزيدوا تعرفوا أكثر على العروض هذه الموجودة ودخلوا على السيت ويب www.happydays.com.tn عاودركم www.happydays.com.tn ولا اتصلوا ديريكتومون بالأجنس على الرقم 70-22-33-99 ولا 26-166-166 عاودركم 70-22-33-99 ولا 26-166-166 للمزيد من المعلومات. 10:39 نمشيو شوية ربوخ خويا سعدي سعفي اي نمشيو لشوية ربوخ ونعملو شوية جو قبل تبحبيحة مع حتى بحمدي باش نسمعو يا سعدي بابا هي 10:43 على اي اف ام احلى راديو انتم تسمعوا في ولد المدام كاملين معكم حتى لل11 نتاع الصباح. نعاود لكم ريزولتا السونداج نتاعنا اليوم. هل تعتقد ان الحرب ضد الاحتكار تنجم تعطي نتيجه؟ بتبيعوا تلقاو السونداج هذايا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. تنجموا زاد تفرجوا فينا صوت وصوره على اي اف ام تي في على شان يوتيوب.
راديو اي اف ام. قبل ما نعطيكم ريزولتا السونداج ولي كومونتير نتاع السونداج هذايا نمشيو نعملوا دوره في بحر مزيان قلنا عليه حتى بحمدي اليوم في تبحبيح. بحبيحة نرجعوا لبنزرت خويا السعفي نرجعوا للبنزرت الكوت تاع بنزرت ما يوفيوش ما يوفيوش نمشيو لعين مستير مع حتى بحمدي. صباح النور. صباح الورد. شنو حوالك حتى؟ والله الحمد لله ان شاء الله نهاركم فل وياسمين وبدايه اسبوع موفق الناس الكل اللي يسمعوا فينا الكل. امي ومرتي نحبكم برشا برشا والتوانسه اللي يسمعوا فيا ان شاء الله ايامكم كلها محبه وغرام وربي يعطيكم القوه واللي حس في روحه ضعفه ما عادش ينجم نقول له لا خليك واقف ولازم باش يجي نهار وباش توصل لحلمتك ان شاء الله. عمرك ما تيأس عمرك ما تقول لا ما نجمش ولا عمرك ما تقول لا تعبت يزي من الوقت تعبت ويزي من ما نجمش رانا نجمه والدليل على هذاك اللي بعد كل تيحه نعود نقوموا اقوى. دونك خلي ايمانك بربي كبير وخلي ايمانك في روحك كبير برشا برشا ملك البوزيتيف فايبس ملك اخذ الموجات الايجابيه كان عند حتى بحمد السياحه ولا يستحق لقب وزير السياحه كومونيكاسيون رهيبه عنده حتى يستحق مدير الكومونيكاسيون تاع وزاره السياحه اي اخو رئيس ديوان وزير السياحه سيد وزير السياحه كان يسمع فينا عندي ليك مقترح نتاع رئيس ديوان صدقني لا تلقى ما خير منه. صحيح الله يعطيك الصحه يزيو نحشم يلا عين مستير اليوم ما نجم نكون كان محمل برشا طاقه ايجابيه على خاطر عندي برشا ناس محليهم في حياتي كيما امي ومرتي وعائلتي وكيفكم انتوما ربي يفضل فهمت كيفاش ولا يفضل. وقبل ما تتك على اي عرصه تفك تطلع شي خايخه نصيحه لله ويطلع شي ناس على الساحه مصدد وفايقين به ديرنيير مو مخلصه في بعضنا مخلص نبنيو كان على الصحيح وباش نكملوا ثنيتنا ومشوارنا وانا ما نجم نكون هكا زاده كان على خاطر التراك المزيانه اللي نبارطاجي فيها معكم. ما نجمش نتعدى من الكوت نتاع بنزرت من غير ما نحكي لكم على بنت عين مستير. بالحق عين مستير حاجه تستاهل نحكي لكم عليها مش مره مش اثنين مش اليوم مش نختزل في ساعه في ساعه. تخرج من تونس ديريكسيون بنزرت قبل ما توصل بنزرت من لوتوروت ولا من جي بي ا باش تتعدى على اوتيك ديريكسيون راس جبل باش توصل للكروازمون اخر كروازمون على يمينك رفراف وسونين وعلى يسارك راس جبل. ومن المنطلق هذا كالعاده نحيوا اصحابنا اللي في راس جبل ونحيوا اصحابنا اللي في سونين هما ما يقولوش سونين يقولوا صونين صونين لغتهم هما اكل لاكسون المزيانه نتاعهم برشا ورحابه الصدر اللي عندهم. دونك تدخل ديريكسيون سونين باش تلقى روحك في كياس برانسيبال محلاه اما يدور في وسط حوم والناس اللي غادي محلاهم الناس الكل قاعده في بيبان ديارها تفرح بالضيف تفرح بالبراني واي سؤال عندك باش تطرحه وراهم يدلوك عليه. دونك باش توصل تلقى روحك في سونين وبعد كياس يوصلك العين مسكير باش تقعد ماشي حكايه 1 كيلو ادمي تلقى روحك في باركينغ سيكيوريزي يعطيها الصحه والف تحيه للسلطات البلديه والجهويه والسلطات المحليه في السكتور هذاك راهو باركينغ منظم برشا يهز مئات الكراهب وامورك واضحه كيستيون سيكيوريتي للكرهبه نتاعك ولا اذا كانك بموتور انا ريت باركينغ فيه صدقني فيه فوق ال 500 موتور يعني اذا كان تراب الصفه هذيك يعني فريمون بلاصه سيكيوريزي. وبالنسبه للنقل من غير ما نوصيكم تعطوا راس جبل تلقى تاكسي جماعي ولا تلقى تاكسي فردي يوصلك بالبلاصه العين مستير. دونك كي باش تعبط العين مستير باش تلقى روحك في وسط ربوه عاليه تطل على كوت نتاع بحر فريمون حاجه برجوليه سبحان ربي وتحس بعظمه الخالق وتحس بروحك تافه برشا يعني انسان ما عادش تغلط في روحك تافه بينك وبين روحك وتصالح بينك وبين روحك وكي تحس روحك ساعات باش تتعدى حدودك تفكر اللي فما ربي في الوجود وتفكر اللي راي الدنيا هذه ما تسوى حد شيء تسوى كان فعلك الباهي ورضا لامي ما فرصة ما عادش تخمم على حد شيء كان رزاق راي بيد ربي وكان كل شيء راه بيدين ربي. دونك خليك بوزيتيف وديما القدام شيء عينك على عين كثير الكوت راهي رمله صافيه برشا برشا وحتى النظام نتاعها علاش نحب نحيي السلطات المحليه راهو فريمون حتى العباد اللي قاعده تشتغل في الشط راهو منظمين بطريقه غريبه يعني كي تخزر من فوق ما تراش حاجه تفسد لك المنظر نتاع البلاصه بالضبط هذاك حتى هذاك باش نحكي لك انا تو في التصوير من فوق كي تبدا تخزر من فوق في عين مستير قبل ما تهبط في الدروج هكا الفيو هذيك والنظام والبحر وتشوف حتى الحجر نتاع الافراف تظهر لك من غادي من بعيد
بالرسمي معناه منظر مزيان على الاخر. انا مره عملت تصويره بانوراميك غادي شخت عليها ونقلق نحل نتفرج فيها بالرسمي ايه. منظر سبحان ربي شي يخلق في تونس قداش محليهم البلايص هذوما وقداش نشيخ عليهم ايه. مزيانه برشا البقعوي تصور تصور اسكو التليفون الجديد نتاع المدام ولا تصور ايه ايه اكيد اكيد تتصور بالبلاصه ولا بالتليفون لا خاطر سي صافي يحكي لنا على فوتو بانوراميك راهو تعرفوا نوعيه التليفون اللي تعمل فوتو بانوراميك هكا مانيش ظالمه حتى مانيش ظالمه بامور اليوت والكرهبة الجديدة اللي هاي اللوطة تاو هكا مانيش ظالمه اي هكا وحده وحده ودراش ما حكيت وحب ينصبني وزير سياحة دراش صحيح فقط. دراش عن دراش عن دراش عن بروجيه ناوي عليه ولا حاجة اكيد جدا معناه اللي عندي على شكون نتكى بوزارة السياحة والله أسامة بالحق محليك صاحبي بريمون محليك كيف الكل تعطيو فيا في برشا برشا حاجات محليهم باش نزيد نقدم القدام ونزيد نعمل دي ديكوفيرت اكثر من هكا عايشك حتى الدروج اللي كان يحكي عليه أسامة دروج يوصلك للرملة البيضاء الرمل المشصفر أو الرمل الأبيض هي منطقة جبلية ساحلية يعني ربي سبحانه وقت اللي سخر البلاصة هذه لسكان المنطقة هذيك ولا للتوانسة ولا لأي واحد جاي باش يزور غادي ربي سبحانه يعرف اش يعمل راه فريمون قطعة من جبل مقصوصة ومحطوط في وسطها فيها رمل ومحصورة على اليمين وعلى اليسار مهما يكون البحر هايج باش تلقى الماء اللي أنت باش تعوم فيه راكح دو تعمل مارشة صغيرة نتاع 800 متر باش تلقى على يمينك فما جبل صغير بالكل يعني باليدين تمد منه فما تطل وفما تين غاديكا انا بعثت لكم تصويرة راه فما تطل وفما تين وعندهم عادة غاديكا قبل ما يعمل سمح بيحته يوصل غاديكا يعمل شوية تطل وشوية تين راهو قماج وحاجة كاليتي باهية برشا قماج ناتوريل وي فوالا قماج ناتوريل حاجة باهية برشا للجلدة ويزيد يتعدى مغاديكا بعد الطفل فما حكاية 300 متر باش تطلع درجتين تلقى روحك قدام داموس في وسط جبل وفيه ماء العين الحلوة اللي هي عين مستير باهي برشا الماء بارد برشا بطريقة غريبة فرشكك ويعطيك فريمون اونفي صدقني ندخل ندوش نعاود نخرج نعاود ندخل ندوش ما نحبش نبعد عليه الماء في سرتو في الايامات السخان هيبة من عند ربي وهيبة من عند المولى وانك تلقى ماء عين حلوة باردة تجري بجنب البحر يعني تعوم وتلقى منين تشرب وتلقى وين تدوش وتمشي امورك الكل مريقلة فريمون عين مستير ديكوفيرت مزيانة برشا التوانسة يسمعوا فينا أليزي توكلوا على ربي مادام مازال فما سيزون وإذا كان ما خلطش السناير أو ما عندنا وين ماشيين قدرة ربي تنجم تعاود تمشي لها عين مستير أفيزيتي صيف ولا شتاء على خاطر فريمون الكاليتي نتاع الماء وحجرة رفراف قدامك وأنا ريتها في الكوشي سولي الحجرة نتاع رفراف تعطي رفلي أورانجي حاجة ما توقعتش باش نراها فريمون في حتى بلاصة يعني أنت كي تبدا في عين مستير راك على اليسار نتاع الحجرة مع الكوشي سولي راك ترى رفلي سبحان ربي ما تصورش باش تنجم تراها بأي تليفون راه بالعين المجردة تقعد في الدروج اللي كان يحكي عليه وسام ولا تقعد على البحر وتفرج في 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 الحجره نتاع 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 الرفراف وقدامك الماء وراك الماء العين نتاع الماء الحلو وبرشا برشا حاجات يخليوك تنجم تقعد بينك وبين روحك وتراجع برشا حسابات ان شاء الله نهاركم مزيان وان شاء الله نهاركم برشا خير وبرشا بركه ورضاية الوالدين ربي فضلك حطاب جوست نحب نعقب على كلامه ريت وقت اللي حطاب يبدا يحكي بالوقت راه العباد يبداو يقتنعوا قلت لك قوه في الكوميونيكاسيون في وصف البلاصه وي. صدقني جاوني توا دو ميساج بالوقت نتاع عباد قالوا لي احنا جمعه جاي ساي ماشيين لعين مستير على خاطر ساي حطاب اقنعنا اللي البلاصه مزيانه وعندنا برشا ما مشينا لهاش بتاتر فما شكون مشى له ويحب يرجع صديقنا معز الهاني قال لي الجمعة الجاية قال لي سي نسمع في حطاب قال لي ماشي الخدمة مش مبدل ديريكسيون مش العين مستير اي بلاصة مزيانة برشا وتصور والله كيف كيف صديقتنا عواطف حمدي كيف كيف زادها قالت لي انا سي قالت لي قلقت من سيدي بوسعيد وماشي العين مستير الجمعة الجاية باش نعطيهم حاجة أخرى هذا حاجة افونتاج كبير برشا نتاع عين مستير تحبوا تقعدوا وليدات مع بعضكم ما نقولوش انا بير وتحبوا تقعدوا زاد جروب واصحاب مع بعضكم راهو عندكم كوت كبيره تنجموا فوفو في فوز نستالي وحدكم من غير حتى قلق مي انتم ما تقلقوش العباد دونك هذايا فريمون انا ريتها وريت دي فامي يقعدوا ويهبطوا الكراسي ويهبطوا الطاوله ويحطوا ماكلتهم ومنهم البي دون لو فما حجر سيسر واحنا ونصيحه بربي للعباد اللي ناويه تمشي لعين مسكير السويت اللي كونسيني اللي احنا قاعدين نعطيو فيهم نزيد كونسيني واحد اخر حاول تلبس حاجه ما تمشيش بشلاكه البس صبات سبيدري صندوق على خاطر فما ديروش
فما حجر أفار الرمل اللي باش تهبط له. لكن انت اكيد اي واحد يحب يعمل طلة يحب يستكشف شفما وراء الحجر باش يلقى ماء مزيان، اما باش تمشي فوق الحجر هذاك ماذا بيك نابس بدري ولا صندل باهي برش العوامة. نزيد شوية انا نحب أفار الكوت الرمل حطاب الكوت متاع الحجر كما كان يوصي حطاب تلبسه كال نقول احنا صباب التسبيسيال الحجر موجودين يتباعوا ديجا برتو. حاجه خفيفه تلبسها باش تحافظ على ساقيك وبيان سور من الحجر المذبب وكل. من ننصحكم زاده ماسك اذا كنت تحب تهبط في شيره الحجر رفو. تهبط عندك ما تتفرج بالحق حاجه مزيانه برشا اكواريوم راهو الماء صافي باش نكونفيرم كلامك وسام راهو ليزاكتيفيتي اللي تنجم تعملهم في عين السير فريمون تلم لك بلوزيور اكتيفيتي ديجا طون وتنجم تصطاد الكوت تتخول لك تصطاد فما كاليتي نتاع حوض طياره برشا غادي يحكيوا لي عليها صحيح. حتى البوري البحري موجود عندهم غاديكا انا نعمل فيهم انا نعمل فيهم راه انا نمشي نعوم ونصطاد في عين مستير هذيك مكاني المفضل خويا بيان سور عندك يوت بيان سور لي تنجم تعمل وحاجه اخرى حتى البلونجي غاديكا في بالكم عين مستير توا فيها دي روش نتاع مرجان اللي هو براتيكمون تونس ما عادش عندنا فيها برشا قعدت شويه الكوت نتاع اللولا والكوت نتاع برقة وي فوالا مي عين مستير او الى حد هذه لحظه وقت اللي تمشي تعمل بلونجي مازلت تنجم ترى المرجان قدامك وبربي الناس اللي تسمع فينا واللي ناوي باش تعمل بلونجي غادي استحفظ على بقوراتنا راهو مش لينا احنا صغيراتنا على الاخر باش كنقولوا لهم تونس خليناها لكم مزيانه راهو ديمون خليناها مزيانه وعرفنا نستحفظوا عليها. شكرا لك حتاب ميرسي بوكو خو. دوما غدوه ديستيناسيون مزيانه من غير ما نحكي لكم عليها نشوقكم اما حاجه باش تعجبكم برشا 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 ان شاء الله غدوه في نفس الموعد حتاب حمدي معنا في تبحبيحه مشكور جدا يعاودوا نجموا العباد يعاودوا يتفرجوا في حتى بحمدي في تبحبيحة على اي اف ام تي في يوتيوب اي اف ام راديو اي اف ام ولا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ويتفاعلوا مع البلايس المزيانة اللي يوصفها حتى بحمدي عنده طريقة سبيسيال يشهيك باش تبطل الخدمة وتمشي للبلاصة هذي كبير. والله ما عندكش فكرة نسمع فيكم كل يوم ملا حطاب وملا كلام وملا وصف وملا فيانا يعطيني طاقة ايجابية من وراء العقل. صديقتنا اسمها لغماري تبعث لي مثال بالوقت معناها راهو اجا نقول لك بارك الله عليه بارك الله ملك البوزيتيف فايبس حتاب حمدي. يلا وصلنا لاخر البرنامج نتاعنا 10:55 دقيقه بتبعنا نعطيكم ريزولتا السونداج. هل تعتقد انه الحرب ضد الاحتكار تنجم تعطي نتيجه؟ اراء ميتيجي شويه في لي كومونتير اما نعطيكم ريزولتا السونداج. نعم 61% لا 39% كان فما دي كومونتير صافي في دقيقه هكا في صافي في صافي في اخر اللي نحب ناكدو جوست انه فما ثقه فما ثقة في رئيس الجمهورية في حربه ضد الاحتكار باختصار التوانسة ماذا بيهم يحبوا انه فما برشا حاجات تتصلح في البلاد حتى شيء ما يتصلح بالوقت هذا خلينا نقولوه الكلام هذا لانه العباد تحب كي تزرب ويقول لك اي وقتيش 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 راهو حتى شيء ما يتصلح في ليله ونهار خدمه كبيره وشانتي كبير تحل على رئيس الجمهوريه من يوم 25 جويلية فما كومونتيرات ولا تعليق ما ما تعليق ما عاديه ما عاديه معناها اما تحس الثقه فما اللي بدا حاجة يكمل فيها كما تقول ألفة فرح مثلا وفما اللي أكدوا يقولوا أكيد وبالتأكيد وإنه إنه فما فولونتي فما جدية في التعامل مع الملفات هذه هذا تقريبا تعليق العبيد والنسبة بالطبيعة تكشف رأي التوانسة بكل وضوح يعني أغلبية نوعا ما مريحة في أنه توانسة يساندوا سيد رئيس الجمهورية في التمشي كومنتريت أخرى زيادة بنعطي كومنتريت أخرى يقولوا نحبوا نتائج نحبوا نتائج واضحة بالطبيعة راهو بالوقت مش بالوقت في ليلة ونهار راهو مش في ليلة ونهار الحكاية تظن تعطي نتيجة بعد مدة بعد عوام بعد تعطي نجم تكون عوام بطبيعة الحال وأنا نستغل الفرصة باش نعاود نأكد على النداء متاعي للسيد رئيس الجمهورية بزيارة بورترادس النداء اليومي النداء اليومي في ود المدام وانا زاد نستغل الفرصه باش نذكر العباد اللي انا نخدم دوبل سيونس اليوم ترقوني من 5 لـ7 نتاع العشيه في ستار تايم تعويض لزميلتي اميمه العياري. انا نتقابل معكم في ود المدام غدوه ونتقابل معكم بعد شويه من 5 لـ7 نتاع العشيه في ستار تايم. باي باي تشاو.